انا ربيعة من الرشيدية، بغيت نحكي على واحد الواقعة بنت اختي دحت لها وما دايره حتى شي حاجة، وتحكمت ب10 سنين ديال الحبس على 20,000 ريال. واحد السيدة قالت لك راه سرقت لها 20,000 ريال، وبنت اختي يعني تهمة السرقة. تهمت السرقة، وبنت اختي 10، فاش قالت لك هذيك تسرقات 10 في 5، كانت في لوطيل ومشاو البوليس في 29 في 5، لقاوها خدامة في القهوة في الريش وشدوها. وما قالت لهم علاش شديتوني، قالوا لها راه زيدي تعرفيها عندك. جابوها للكوميساريه هنايا في الرشيديه، لقات هذيك السيده اللي معاها المشكل اللي قالت لهم سرقتني، لقاتها، داروا لهم المواجهه، داو عند قاضي الطحان، قالت لهم هي سرقتني، المحضر كتبوه لها البنت اختي، صافي تعتقلت مشات للحبس، صافي بقات تتحاكم. وهذيك السيده كذبت عليها، الله يرحم والدين، حنا بغيناكم دابا، بغينا انا تنطلب من القضاء الله يرحم والدين يديروا اعاده النظر في الحكم. وعندي الشهود بين هذيك السيده جات عندي للدار وجابت لي التنازل، حيت جابت لي التنازل قالت لي ديك السيده راه هي المامر عليها، هي الوحده اللي حرشتها عليها، والرشيديه راه عارفينها كاملين هذيك اللي حرشتها، ما بغيتش نقول سميتها حيت انا منوع عليا نقول السميه ديالها حرشتها. الله يرحم والدين، دابا الا بغيتكم تعاونونا وبغيت القضاء ياخذ المجرى ديالو، الا كانت بنت اختي فعلا سرقت لها 20,000 ريال بغيتها تعاقب، ماشي 10 سنين اللي عطوها 20 عام. بشحال حكموا عليها؟ حكموا عليها ب10 سنين في الاول، ودابا نقصت لها الحكومه الله يسهل عليهم من 5 سنين، ولكن دابا خرج لها النقد. مازال عندنا امل، واملنا في الله تعالى كبير. في الرشيديه قالوا لك في الحديبه كانت ماشيه عند ديك السيده، حيت كانت دايرين الجمعيه ماشيه عندها، وقالت لك هندا خرجت لها مع واحد الدري وهزت عليها سيف وسرقتها، ولكن هاد الكلام ما منه حتى شي حاجه. وبنت اختي بغيت نزيدكم عاوتاني واحد الكلام، الله يرحم والدين، بنت اختي دايره في الفيسبوك نشرت صورها وكلشي، وعندها الوشمه هنايا، شافت ديك الوشمه وقالت لهم زعما راه عندها الوشمه هنا في الكتف ديالها. وديك السيده اللي اتهمت بنت اختي راه ما تتعرفش بنت اختي، راه الاخرى اللي حرشتها، حيت قالت لك راه بنت اختي دات لها راجلها. والله يرحم والدين، دابا بغينا العداله تحقق، وهاد الحمد لله اللي خرج هذا النقد، مازال عندنا الامل، مازال عندنا، ومازال تنقولها املنا في الله كبير، نقصوا لها 5 سنين، ولكن بغينا البراءه ديالها التامه تكون، لان هاد السيده ما دارت حتى شي حاجه، كانت عندها واحد المشكل مع العداله وتستحق هذيك 3 شهور اللي شدات تستحقها. ولكن السرقه بنت اختي راه ما تتسرقش، وباها في الرباط، امها في السعوديه 4 سنين دابا امها ما جاتش. الله يرحم والدين الا ما تعاونونا. كانت في الريش ديك الواقعه ديال، كانت قالت لك فاش سرقتها كانت كورونا في 2021 من 7، وهي شاده لوطيل حتى 17 في الشهر، وعندي الدلائل وعندي مول لوطيل وعندي الوراق، وهما اش داروا حيت عرفوا راسهم راه باي زعما باي يتعاقوا، مشاو لواحد خدام تما في لوطيل وحيدوا الكاميرات، حيت مشينا حنا ما لقينا لا كاميرات لا حتى شي حاجه، ما كانتش في المدينه السرقه وشدوها، وما كانتش فاش وقعت السرقه وشدوها في الريش، فاش شدوها البوليس شدوها في الريش. ايوا دابا الله يرحم والدين، انا تنطلب من الحكومه اعاده النظر في الحكم، وعندي الشهود هاد السيده اللي قالت لك سرقت لها 20,000 ريال، عندي الشهود بين جاتني للدار وجابت لي التنازل وجابت لي التبرئه، وقالت لك تانبها ضميرها حيت بنت اختي هند باجو ما دارت لها حتى شي حاجه. والله يرحم والدين، انا تنطلب من القضاء الله يرحم والدين اعاده النظر في الحكم، وراه 10 سنين راه بزاف على 20,000 ريال، وما درت حتى شي حاجه، كون كانت سرقات تعاقب، ولكن راه ما سرقاش، كلشي عارفينه ما سرقاتش. الا سرقات انا بغيتكم تعطيوها 20 عام ولا 30 عام على السرقه، حتى يديها تقطع، حيت السرقه حرمها الله، ما يسرقش بنادم اللي ما ديالوش. ولكن انا بغيت ديك السيده تعاقب، حيت حطات عليها باطل 10 سنين راه ما ساهلاش، وبنادم ما داير حتى شي حاجه ويمشي للحبس راه ما ساهلاش، الله يرحم والدين. انا بغيت العداله يوقفوا معايا، وبغيتهم يطلبوا لي الشهود، ومول لوطيل، كاين مول لوطيل، كاينه الورقه، كاينه التبرئه، كاينه التنازل، والتنازل والتبرئه درناهم في ولاد الحاج، ومشيت معاها انا لولاد الحاج نيت درت لي التبرئه والتنازل اللي اعطتهم ليا، بين قالت لك انبها ضميرها، بين هاد السيده راه قالت لك ما تتنعش، وهي في رمضان تلاقيت بها قالت لي الله يرحم والديك اختي ربيعه، الا سمحي لي لاباس لي نقص لها
زعما ندير معاك شي حل ولا ندفع لها العفو. قلت لها صافي تحكمات دابا ما كاين لا عفو لا حتى شي حاجه، ولا ما كانتش سرقه وبيت العداله تاخذ لنا الحق في ديك السيده. الله يرحم والدين، الله يرحم والدين. ديك السيده بيتها تعاقب، ها هو ديك طليقه دابا حره، والاخرى مشات رونتها هنا في الرشيديه ومشات لزايده حتى رونتها، كانت مع حقوق الانسان وكلشي راه يعرفها. ما عنديش الحق نقول سميتها، وانا 3 شهور هادي جات لحدا السقايه وهرسات لي طبلتي باش نترزق باب الله، هرسات لي الطبله ودرت بها شكايه وما داروا لها حتى شي حاجه. وعندي الشهود اللي شافوها باش جات هجمات عليا بموس وهرسات لي الطبله وما داروا لها حتى شي حاجه. ولكن انا الله ياخذ فيهم الحق، هذا ما تنقول، سيد ربي راه تياخذ الحق. ومازال العقاب ديال الله هو كلش، اما ديال دابا راه ماشي هو العقاب. وتنطلب من الحكومه اعاده النظر في الحكم، وعندي الشهود. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.